السلام عليكم كاملين، معكم ايمن برغدوش مقسم النظا قلت المغرب. جيت ندير واحد لابتيت فيديو باش نشرح لكم شويه على شنو راه واقع بين كاع هاد لي بوست اللي كتشوفوا. دونك راني مشارك في واحد لا كومبيتيسيون انترناسيونال اللي دارت باي جي اي وورلد وايد، اللي فيها درت واحد لا فيديو كنشرح واحد البروجي كنا درناه في الناظور. من دابا الحمد لله رحنا ما بين 10 ديال لي فيناليست، ومن هذوك العشرة غير ثلاثة اللي غادي يقدروا يربحوا. كيفاش غادي يربحوا هاد الثلاثة؟ خاص لي فوت، واي واحد يقدر يصوت كل 12 ساعة من اليوم حتى لنهار 15 في شهر 6. من هذوك العشرة دوك ثلاثة اللي غادي يربحوا غادي يمشيو من بعد لاوستريا لفيينا بوغ ريبريزونتي كل واحد سون بيي، ويديروا واحد لا بتيت بريزونطاسيون تماياك على البروجي اللي داروا في بلادهم في واحد لو كونفيرونس كبيره، ومن تماك غير واحد ان شاء الله اللي غادي يقدر يربح. كيفاش تقدروا ديروا لي فوت؟ كاين واحد لو سيت غادي نخليه لكم هنايا، غير كتدخلوا كتوطوا عليه، كتوطوا على واحد البوطون الزرقاء سي فوت، و فوالا ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدروا نربحوها ونقدروا نريبريزونتيو بلادنا في هذيك لا كومبيتيسيون. لحقاش اي حاجه درناها واخا غير واحد لا كومبيتيسيون صغيره راه سي بحال واحد الدرجه، وانت ما تقدرش توصل لسيزيام ايطاج مثلا، انت مازال ما درتي الدرجه الاولى. نتمنى نخدموا ناكيب باش نوصلوا بعيد ان شاء الله كاملين بينا ونربحوها ان شاء الله.